السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع قوي جدا في فكرة Text to Speech أو TTS أو تحويل الكتابة لصوت قريب من صوت البشري، تمام. تقدر إن أنت تقوله Generate AI Voice for free ونبدأ إن احنا نعمل حساب وتعالى شوف الصوت. Thanks for calling PlayHT. How can I help you today? Hey, yeah, I just bought a subscription with PlayHT and I'm not sure how to activate it. وفي موقع كتير جدا بتشتغل عليه عنده قدرة على تحويل التكست تو سبيتش كتابة لصوت ويعمل تحسين لجودة الصوت، وممكن تربطه بالموقع بتاعك من خلال الـ API، وممكن تستخدمه مثلا في دروس تعليمية أو إنك تعمل بودكاست أو كتب عندك تحولها لصوت. وفي ممكن تبقى محادثات. Making an entertainment video, my voice is perfect for the job. Maybe you need to create a marketing video with some dialogue between two characters. I can الجميل ان هو بيدعم اكتر من 100 لغة، طبعا اكيد من ضمنهم اللغة العربية، وممكن اكتر من صوت بيتكلموا في نفس الوقت. مجرد ان انا ادي جمل على كذا فقرة، وكل فقرة اختار الصوت اللي انا عايزه والصورة اللي انا عايزها والتون اللي انا عايزها، يبدأ ان هو يحول لي تكست اللي انا كاتبه لملف صوتي. يعني ممكن قصة في محادثات بين اكتر من شخص هو يتولى ان هو يعملها لنا. لقيت ناس كتيرة بتشكر فيه والناس كتيرة بتقول ان التجربة بتاعتك كويسة جدا والصوت بتاعته واضح، فاتمنى ان احنا نجرب. طيب تعالى نشوف السعر. مجاني هيبقى عندك 12500 حرف، و الستيت فويس والكلون واحدة بس، وهكذا. الجودة مش أعلى حاجة، لازم تدفع له تقريبا 31 دولار في الشهر.